الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. القدر الإيمان به أصل من أصول الإيمان، وركن من أركان الدين. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهو من أصول الإيمان الستة التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الأصول شأنها في الدين كأصول الأشجار، كما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالدين لا يقوم إلا على أصوله. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للإيمان. فالإيمان له أصل ثابت، وهي هذه الأركان الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر هو من أصول الإيمان، من أصول الإيمان التي لا قيام للإيمان إلا عليها. فيكون الكفر به كفر بالإيمان، والكفر بالإيمان محبط للأعمال مبطل لها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من الإيمان الذي الكفر به محبط للأعمال الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. والقدر كما قال الإمام أحمد: قدرة الله سبحانه وتعالى. فجحد القدر وعدم الإيمان به هو من عدم الإيمان بالله، لأن القدر قدرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعد التكذيب بالقدر ناقض للتوحيد، يعد ناقضا للتوحيد. ولهذا عقد رحمه الله هذه الترجمة في باب ما جاء في منكر القدر. ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد والتهديد. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، فلا يكون موحدا مع التكذيب
بقدر الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد، لأن إنكار القدر ناقض للتوحيد، إنكار القدر ناقض للتوحيد. فوبهذه الترجمة ينبه رحمه الله على أهمية القدر، الإيمان بالقدر، وأنه من أصول الإيمان التي عليها قيام دين الله، وأن الكفر بالقدر كفر بالإيمان، والكفر بالإيمان محبط للعمل. ولهذا سيأتي معنا عن ابن عمر أنه يحلف بالله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، أصول الدين التي لا تقبل الأعمال إلا بها. ولهذا تجد آيات كثيرة في القرآن: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لابد من الإيمان، لابد من الإيمان بأصوله، الإيمان بأصول الإيمان العظيمة التي عليها قيام دين الله، ومنها الإيمان بالقدر. إذن هذه الترجمة عقدها رحمه الله في بيان ما جاء من الوعيد والتهديد في نصوص الكتاب والسنة لمن أنكر القدر وجحده ولم يؤمن به. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم، يعني الذين يجحدون القدر لا يؤمنون به، مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بحديث جبريل وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والحديث كما ذكر رحمه الله رواه مسلم في كتابه الصحيح، وفيه قصة مفيدة أن يتأملها طالب العلم. يقول يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، أول من تكلم بالقدر أي جحدا له وتكذيبا به معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. وهذا يبين أمر مهم كان عليه السلف من التابعين ومن تبعهم بإحسان، أن عندهم عناية بالرحلة في طلب العلم، وفي أولى الأولويات في هذه الرحلة الرحلة إلى الحرمين، الرحلة إلى الحرمين. الإيمان يأرز إلى المدينة ومكة مهو الأفئدة، وفي الحرمين يلتقون في رحلتهم التي هي إما حج أو عمرة يلتقون بأهل العلم. ولهذا كان كثير منهم يفرح بالحج فرحا عظيما لغايات منها لقاء أهل العلم، لقاء أهل العلم والاستفادة منهم وسؤالهم عما أشكل. ولهذا كم من أناس ابتلوا بشبهات أهل الباطل وانجلت في حج أو عمرة بلقيا أحد من أهل العلم، مثل قصة يزيد الفقير في صحيح مسلم لما ابتلي بشيء من رأي الخوارج، فاتفق أن لقي جابر بن عبد الله فسأله فانجلى عنه ذلك، انجلى عنه ذلك. ومثل ذلك كثير، فيقول: خرجنا حاجين ومعتمرين فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا
عبد الله بن عمر داخلا المسجد، يعني يسر الله لنا ووفق أن لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني كل واحد أتاه من جنب، واحد من جنبه اليمين وواحد من جنبه اليسار. فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يدعون العلم والمعرفة بالدين، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مكذبين بالقدر، يجحدون قدر الله عز وجل ويقولون أن الأمر أنف وأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله وليست واقعة بقدر الله سبحانه وتعالى، وإنما يزعمون أن أفعال العباد مخلوقة للعباد أنفسهم. ولهذا أطلق عليهم السلف مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين، الله عز وجل خالق الإنسان والإنسان خالق فعل نفسه. قال يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني عمر قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام شهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال أخبرني عن، قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال أخبرني عن الإيمان. هذا موضع الشاهد، ساق الحديث بتمامه من أجل هذه الأصول. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا علم لي بها كما لا علم لك بها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر ثم لبثت مليا، فانطلق الرجل ثم لبثت مليا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا لا تعليم للدين، ومن التعليم للدين التعليم لأصول الدين التي عليها قيام دين الله، وهي الأصول الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر. فإذا ابن عمر استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث جبريل، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. فابن عمر مستدلا بهذا الحديث يقول لو أن أحدا من هؤلاء أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، والإيمان بالقدر من الكفر بالله ومن التكذيب بما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو محبط للعمل كما في الآية الأخرى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذا الحديث الأول الذي ساقه فيه أن التكذيب بالقدر وإنكار القدر وجحده محبط للعمل
ومن كان جاحد القدر مكذبا به لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا صدقة ولا غير ذلك، لأن هذه الأعمال لا تكون مقبولة إلا إذا أقيمت على ماذا؟ على أصول لا يقوم الدين إلا عليها، وهي هذه الستة، ومنها الإيمان بالقدر. نعم. قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. ثم أورد رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي حتى تؤمن بالقدر، لأن هذا هو الإيمان بالقدر، هذا هو الإيمان بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي أن الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى، أن الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى. وقوله يا بني، قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه: يا بني، ثم يعلمه الإيمان بالقدر، استفاد منه أن من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينشأ عليها أبناء المسلمين وأن يربوا عليها أن يعلموا هذه الأصول، وأن يقول الأب لأبيه: يا بني، يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما أعظم أن ينشأ الإبن محققا الإيمان بالقدر، مؤمنا به، عارفا بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان التي لا قيام للدين إلا عليها. قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. طعم الإيمان حلاوته، والإيمان له طعم، له حلاوة، وفي الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإيمان له طعم، له حلاوة، وهذه الحلاوة لن يجدها المرء إلا ببذل الأسباب. من هذه الأسباب، بل هي أهم الأسباب، الإيمان بأصول الإيمان، ومنها الإيمان بالقدر. قال: حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي أن الأمور كلها بقدر، أي أن الأمور كلها بقدر، ما أصابك لم يكن ليخطئك لأنه قدره الله وكتبه، وما أخطأك لم يكن ليصيبك لأنه لم يقدره الله. فهذا فيه تعليم ابنه وتنشئته على الإيمان بالقدر. وهذه الجملة في الحديث أو في هذا الأثر: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، مفسرة لمعنى الإيمان بالقدر، مفسرة لمعنى الإيمان بالقدر. ثم قال عبادة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. إن أول ما خلق الله القلم، أي أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض القلم، ولهذا القلم خلق قبل السماوات والأرض، وهذا المراد بالأولية،
لا أن القلم خلق قبل العرش، المسألة فيها كلام لأهل العلم، لكن جمهور أهل العلم أن العرش مخلوق قبل ذلك، والأدلة واضحة في أن العرش مخلوق قبل القلم. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، يعني العرش كان موجود قبل ذلك وكان عرشه على الماء. إذن قوله هنا عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم، أي أول شيء خلقه قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض. وجاء في الحديث أن القلم خلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعند أول خلقه أمره الله بالكتابة، فقال القلم لرب العالمين: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. اعلم يا طالب العلم أن جلوسك هذا في هذا المجلس ومسكك للقلم وكتابتك وسماعك للعلم وحفظك فهمك عملك بعد ذلك بما تعلم إلى غير ذلك، هذا كله كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب قبل. قال ما أكتب؟ القلم قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، الكيس الفطنة والنباهة والحذق والنشاط والهمة، هذا كله بقدر، والعجز والضعف والوهن والخور والتسويف والتماوت والتباطؤ والتثاقل، كل ذلك بقدر، كل ذلك بقدر. قال: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. ابن عمر ماذا قال لمن كذبوا بالقدر؟ قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. قال: ليس مني، تبرأ منهم عليه الصلاة والسلام، فليس مني، هذا تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يكذبون بقدر الله. قال في رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وتمامه في المسند، اسمع ماذا يقول عبادة بن الصامت لابنه، قال: إن أول ما خلق، قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم قال عبادة لابنه: يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار، يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. فهذا مثل ما أشرت، من المهم جدا أن ينشأ الأبناء على تعليم أصول الإيمان، ومنها الإيمان بقدر الله، ومنها الإيمان بقدر الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا، إن كل شيء خلقناه بقدر، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ثم جئت على قدر يا موسى، على قدر قدره الله. فتعليم الأبناء وتنشئتهم على هذه الأصول والتأكيد على أهميتها بهذه القوة، مثل ما يقول الآن عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه: يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. لأن الجحد بهذه الأصول
كفر محبط للعمل موجب لدخول النار. قال في رواية لابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، لأن جاحد القدر جاحد لقدرة الله، وهذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى وبربوبيته سبحانه وتعالى وخلقه لكل شيء وتدبيره لهذه الكائنات. فمن كذب بالقدر كان تكذيبه به كفر ناقض للدين مستحق للعقوبة، كما في الحديث قال أحرقه الله بالنار. نعم. قال رحمه الله وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، في نفسي شيء من القدر. ابن الديلمي عبد الله بن فيروز جاء لأبي بن كعب وقال قلت له في نفسي شيء من القدر، يعني اضطراب، وجد شيء من الشك دخل في قلبه فيخشى أن يتمادى به ذلك إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى التكذيب بالقدر، والتكذيب بالقدر كفر. وهذا يستفاد منه فائدة أن من المهم جدا مداواة البدايات، من المهم جدا مداواة البدايات، لا يستهين الإنسان بالبدايات لأن الشكوك هي البدايات والنهاية الكفر والعياذ بالله إذا استمر مع الشكوك، ولهذا ينبغي أن تعالج وأن يعمل على طردها ولا يسترسل الإنسان معها، وقد يلقي الشيطان في نفسه شيء من الشبهات المهلكة فيعمل على طردها، يعمل على طردها وإبعادها عن نفسه حتى ليسلم له دينه. فمن التوفيق لعبد الله بن فيروز بن الديلمي أنه أتى أبي بن كعب فقال له في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، وهذا في تفويض الأمر إلى الله والطمع فيما عند الله، لعل الله يذهبه من قلبي. فقال أبي لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قوله لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، هذا نظير ما تقدم في الباب في قول ابن عمر رضي الله عنه في المسألة نفسها، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. الآن لطيفة هنا، تخصيص ماذا؟ جبل أحد من بين جبال الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصصه في ضرب المثال لما ذكر فضل الصحابة والنهي عن سبهم، قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. الصحابة أخذوا هذا منه عليه الصلاة والسلام في ضرب المثال
قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أن واحدا من أحد الأمة أنفق مثل أحد ذهبا وواحد من الصحابة أنفق مد من بر أو من شعير من بر أو شعير أنفقه ما يبلغ مثل أحد ذهبا مد من الشعير أنفقه الصحابة. هذا فضل، فضل الله يؤتيه من يشاء. انظر هذه الخيرية وهذا الفضل. قال لا تسبوا أصحابي، ومع ذلك يتجرأ سفهاء في جهل حطيط وفي ظلمات، تجده في رقة دين وفي ضعف عبادة وفي قلة طاعة لله عز وجل، ثم يأتي إلى المقام الرفيع الصحابة رضي الله عنهم ويشتم ويسب وما عنده شيء من الدين، ما عنده شيء لا علم ولا عمل، ويتجرأ على المقامات الرفيعة خير الأمة يتجرأ عليهم سبا وشتما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أخذ هؤلاء الصحابة ومنهم بن عمر كما تقدم وأبي بن كعب في آخرين من الصحابة هذا المثال في باب النفقة من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن ما قدره الله كان وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة بن قيس هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله أي بقدر الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. قال أن تعلم حتى قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، لكنت من أهل النار. وهذا فيه هذا الوعيد الشديد لمن لم يؤمن بالقدر. قال عبد الله بن فيروز فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية ابن ماجة لما أجابه أبي بالجواب المتقدم قال ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله، لا حرج عليك، اذهب اسأل عبد الله بن مسعود. ماذا يقصد أبي؟ حتى يزداد مع الطمأنينة، تزداد طمأنينته. قال ولا عليك، ما عليك حرج، اذهب واسأل عبد الله بن مسعود عن نفس المسألة. يعني بعض الناس ربما يستثقل أنه لما يسأل يترك ويسأل غيره ويقول ولا عليك حرج، اذهب واسأل عبد الله بن مسعود. فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته فذكر لي مثل ما قال أبي، وقال لي عبد الله بن مسعود لا عليك أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال عبد الله، فقال لي حذيفة ائت زيد بن ثابت فاسأله. فأتيت زيد بن ثابت فسألته، يعني كلهم يجيبون بنحو الجواب الذي أجاب به أبي بن كعب. فهذا فيه أن الإيمان بالقدر من أصول الدين، أصول الإيمان التي عليها قيام الدين، وأصول الإيمان من شأنها أن الكفر بها أو بواحد منها مبطل للعمل كما في الآية الكريمة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا قال
قال هؤلاء الصحابة لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: فرض الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر فريضة، لأنه أصل من أصول الإيمان التي يقوم عليها دين الله. وقد تقدم معنا في قول أكثر من واحد من الصحابة: لو أنفقت، لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. نعم. قال رحمه الله: الثانية: بيان كيفية الإيمان به. كيفية الإيمان به هذه مستفادة من الحديث، قال: حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه حقيقة الإيمان بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك، أي مصيبة تنزل بالعبد، مثل ما قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أي مصيبة تصيب الإنسان هي بقدر. ولهذا مر معنا: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. قال رحمه الله: الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. إحباط عمل من لم يؤمن به، لقول ابن عمر وأيضا قول الصحابة أبي وحذيفة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت: لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. قال رحمه الله: الرابعة: الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. نعم، لقول عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر، حتى تؤمن بالقدر. ومثل ما قدمت، من المفيد جدا أن يبين للصغار أن الإيمان له طعم، وأن طعم الإيمان لن يوجد إلا بأسباب، وأن الإيمان بالقدر هو من أعظم أسباب وجود وذوق طعم الإيمان. نعم. قال رحمه الله: الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. ذكر أول ما خلق الله، في الحديث قال: أول ما خلق الله القلم، لكن الصحيح في معنى الحديث أن أول ما خلق الله القلم أي قبل خلق السماوات والأرض، وليس قبل خلق العرش، للأدلة الصريحة على أن العرش مخلوق قبل القلم، مثل الحديث الذي تقدم معنا في صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله: السادسة: أنه والذي أشار إليه رحمه الله ذكر أول ما خلق الله القلم، أي ذكر أول ما خلق الله أي القلم، على أحد القولين لأهل العلم، على أحد القولين لأهل العلم. والقول الآخر أنه العرش، والأدلة في ذلك أظهر وأوضح. نعم. قال رحمه الله: السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. نعم، تقدم في الحديث أن أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: فما أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بما هو كائن. نعم. قال رحمه الله: السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. نعم، براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، أي بالقدر، لما تقدم في الحديث: من مات على غير هذا فليس مني. وتأسيا به عليه الصلاة والسلام تبرأ ابن عمر من نفاة القدر. نعم. قال رحمه الله: الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. مثل ما صنع عبد الله بن الديلمي، عبد الله بن فيروز بن الديلمي، لما ذهب إلى أبي بن كعب قال: وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت أبي بن كعب، والشبهة ما تنجلي إلا بالرجوع إلى أهل العلم الأكابر، أهل البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى، ف يبينون ما تنجلي به الشبهة
وتنكشف. نعم. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال رحمه الله: التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقصد أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، حذيفة بن اليمان، زيد بن ثابت، هؤلاء الذين سألهم كلهم عن هذه الشبهة التي وقعت له، وكل واحد منهم يجيبه بمثل جواب الآخر ويحيله ليزداد طمأنينة، وجميعهم يجيبونه بإحالته إلى الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي تنجلي به الشبهات، أن يرجع الناس إلى ماذا؟ الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى رسوله رد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. هذا فيه الفرق بين الصحابة وأهل العلم، أهل البصيرة بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أنهم يجيبون بقال الله قال رسوله، أما من سواهم يجيبون بالرأي والتكلف والفلسفة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. قال: باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد الشديد والتهديد وبيان العقوبة العظيمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للمصورين، مثل ما سيأتي معنا في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتصوير يترتب عليه مخاطر عظيمة جدا. أولا هو مضاهاة، مثل ما سيأتي معنا في الحديث، مضاهاة لخلق الله. ثانيا أن التصوير كان من وراء وجود الشرك، لأن أول ما نشأ الشرك نشأ بتصوير الصالحين، ومرت معنا القصة في ذلك عند معنى قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. هذه أسماء رجال صالحين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما ماتوا قال لهم الشيطان: اتخذوا لهم صورا وابنوا على قبورهم أبنية من أجل أن لا تنسوهم وتتذكرهم. فكان ذلك سبب وقوع الشرك كما سبق البيان لذلك. فدخول الأمم السابقة في الشرك كان من جهتين في الغالب، من جهة التصاوير ومن جهة البناء على القبور، ويترتب على التصوير مفاسد ومضار عظيمة. ولهذا جاءت النصوص بالوعيد الشديد والتهديد للمصورين. والمقصود بالمصورين أي من يصورون ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان أو طير، ذوات الأرواح. أما غير ذوات الأرواح فلا حرج في ذلك، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: إن كنت فاعلا فصور جبلا أو شجرا أو شيئا من هذا من غير ذوات الأرواح. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. قوله ومن أظلم، الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن يفعل ذلك، لا أظلم منه.
لأن الله عز وجل هو الخالق وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى، هو خالق كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، هو الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. فالمصور لما صور الصور على شكل خلق الله إنسان أو طير أو حيوان من وغيرها من ذوات الأرواح صار لا أظلم منه، وما صوره يعذب به يوم القيامة كما سيأتي. وقوله في الحديث فليخلقوا ذرة صغار النمل، فليخلقوا ذرة، ويعني ذرة فيها روح تتحرك وتبني بيتا وتجلب طعاما، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، يعني حبة من حنطة أو من شعير تنبت وتخضر، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، كل ذلك تعجيز لهم، تعجيز، وأن هذا الذي يصور عاجز عن ذلك. ولهذا يؤمر يوم القيامة بنفخ الروح فيها، وما هو بنافخ، يضاهي خلق الله فيبين له عجزه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا من ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره. قال فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، المراد تعجيزهم. تارة كلفوا بخلق حيوان ذرة، يعني نملة صغيرة أصغر الحيوان، وتارة بتكليفهم خلق الحبوب التي ينشأ عنها النبات والزروع. نعم. قال رحمه الله: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قال ولهما، أي البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون أي يشبهون، يضاهئون بخلق الله أي يشبهون بما يصنعونه من صور، يشبهون بما يصنعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لفظ مسلم: الذين يشبهون بخلق الله، فهذا يوضح معنى الذين يضاهئون بخلق الله أي الذين يشبهون بخلق الله. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا المصورون. فإذا المقصود بالذين يضاهئون بخلق الله أو الذين يشبهون بخلق الله المصورون. وقوله أشد الناس عذابا، أشد الناس عذابا، إن صوروا صورا لتعبد من دون الله قاصدين بذلك أن تعبد من دون الله فهذا كفر أكبر، فهم أشد الناس عذابا لأنهم من وراء الكفر وعبادة الأوثان. أو يكون المعنى أنه من أشد الناس، من أشد الناس عذابا، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. نعم. قال رحمه الله: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. والمقصود مصور أي لذوات الروح، إنسان أو حيوان أو طير أو أسماك
كل ذوات الأرواح. لماذا؟ لأنه يشبه بخلق الله، يشبه بخلق الله، لأن الله هو الخالق البارئ المصور. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة، أي تعذبه نفس الصورة، إن كانت واحدة، إن كان عشر صور، إن كان مئة، بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، يعذب بها في جهنم. وهذا وعيد عظيم وشديد للمصورين، قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نعم. قال رحمه الله: ولهما عنه رضي الله عنهما مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال: ولهما عنه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. كلف هذا تعجيز له، فيعذب حتى ينفخ فيها الروح. جاء في رواية: فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح. ما معنى ذلك؟ يعذبه حتى ينفخ فيها الروح، حتى ينفخ فيها الروح. متى ينفخ فيها الروح؟ ما هو بنافخ؟ المعنى أنه عذاب مستمر، هذا هو المعنى، أن العذاب مستمر. ولهذا في رواية قال: فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا، أي لا يمكنه ذلك. فيكون المعنى أنه معذب ماذا؟ عذابا مستمرا. وإظهار فيه أيضا إظهار عجزه، وما هو بنافخ وليس بنافخ، هذا فيه إظهار عجزه. فهذا أيضا من الوعيد الشديد للمصورين. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ثم ختم بهذا الحديث. ومن الموافقات واللطائف أن حديث هذا الباب كلها في الصحيحين إلا هذا الحديث الأخير في مسلم، ولا تقدم أربعة أحاديث كلها في الصحيحين. الأول قال أخرجاه، ثم أصبح يقول ولهما ولهما ولهما، أي البخاري ومسلم. قال: ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعثك لمهمة سبق أن بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لمثلها، سبق أن بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثلها. هذا حض على وحث على هذا العمل، يقول: أنا سأبعثك إلى مهمة وعمل سبق أن بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لمثله، ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها، أي أزلتها ومحوتها. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث عليا بذلك، وعلي بعث أبا الهياج الأسدي بذلك، قال: لا تدع صورة إلا طمستها، أي محوتها وأزلتها، ولا قبرا مشرفا، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا، إلا سويته، إلا سويت أي بالأرض. ففي التصريح ببعثه عليه الصلاة والسلام لعلي بتسوية القبور لما في تعليتها وتشييدها وبنائها من الفتنة بمن فيها، وهذا من أعظم أسباب الشرك وذرائعه ووسائله. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين. قال: في مسألة الأولى التغليظ الشديد في المصورين للأحاديث التي تقدمت أنهم أشد الناس عذابا، وأنه لا أظلم
منهم إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. نعم، يعني أن المصور ترك الأدب مع الله، هذا مستفاد من قوله ذهب يخلق كخلقي، ذهب يخلق كخلقي، والله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور. نعم. قال رحمه الله: الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله: فليخلق ذرة أو شعيرة. نعم، لأن لما تحداهم وأظهر عجزهم فليخلقوا حبة، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة، هذا إظهار عجزهم، وفي الوقت نفسه إظهار ماذا؟ كمال قدرة الله، وأن الله على كل شيء قدير. نعم. قال الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. نعم، هذا تقدم في الحديث: أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله، الذين يضاهئون بخلق الله. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم. نعم، تقدم أيضا في هذا الحديث قال: يجعل لكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نعم. قال رحمه الله: السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. نعم، تقدم أيضا في الحديث: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال رحمه الله: السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. الأمر بطمسها أي الصورة إذا وجدت، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.